كانت تايبي قد اتهمت الصين أن خطورة ناورو أحد محاولات بكين للضغط على تايوان بعد نتيجة الانتخابات. هل تؤيدون تلك الاتهامات، خاصة وأننا نحن نتحدث اليوم عن أحد جزر المحيط الهادئ وفي نفس الوقت الذي تريد فيه الولايات المتحدة أن تقود هذا النفوذ الصيني في المنطقة؟ أعتقد أن الأمر واضح. الصين لديها مصلحة كبيرة في محاولة الاستفادة من هذه التغييرات التي حدثت منذ أوائل السبعينات. نحن في وقت مختلف، هناك منافسة جيوسياسية في ذاك الحين بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. عديد الدول منها الولايات المتحدة قامت بذلك في هذا الفترة لأنهم كانوا يحاولوا أن يدخلوا الصين في مجتمع الدول ومواجهة الاتحاد السوفيتي. ما يحدث اليوم مختلف، هناك 12 دولة في العالم كلها صغيرة مثل ناورو، 11,000 شخصا في شعبها، وهذا القرار الدبلوماسي في بكين وتايبي هو قرار اقتصادي. أي دولة وأي رأس مال سيعطيك مصلحة اقتصادية أكبر؟